السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فهد الشيحة وأنا عمران الحازمي. اليوم نجيب لكم نلعبكم لعبة God of War اللي كنتم تنتظرونها من زمان. طبعا أنا بطلع عليكم المقدمة بس بقول لكم حاجة، عمران لعبها أنا لسه ما لعبتها، فعمران بيكون المرشد حقنا المرشد السياحي وأنا بصير أنتم مني أسئلة اللي أتوقع اللي تبون تسألونها أنتم. وإن شاء الله ما راح يكون في حرق، لأن أنا ما راح أقبل حرق صراحة عمران. لو في حرق بذبح. لا ما عليك هذه البداية مرة البداية. أنا ما لعبتها ودي ألعبها بعدين لحالي مروقان، ما في حرق، فهم متأكد هنا ما يبون حرق، فتورينا سيستم الجيم نفسه من غير حرق. أوكي. يلا نبدأ أول شيء. الجرافيكس أول شيء دائما نتكلم عنه الجرافيكس. أول معركة الكومبات سيستم في له مرة رهيب. أنا مرة عجبني نظام القتال فيه وحبكوه بشكل جدا جميل. أحد الأشياء الجميلة اللي شفناها إن نديك ترمي الفاس. طيب. هذا اللايت إنك ترميها كذا وتردها عادي اللايت. أوكي. حلو. وفي الهيفي فائدته. ثبت اللاعب عادي ندينا أروح البيت. متكي. ثبته بس لكن هتبدأ تضرب بيدك. بس لكن برضو غريتوس لسه قوي. بعد ما تخلصه. تاخذ الفاس مره ثانيه، هذه فائده انه ليش ترد الفاس. ايضا باري. في باري نعم nice. بس لازم توقيتها صح، تفكها وقت الضربه، اذا ما وقتها صح بس اللهم انه يردك رده واحده بس. وكيف صعوبه الباري؟ ما هي صعبه يعني يمديني افكه واقفله بسرعه. باري ذكر كم مره في الزف الثالث اتوقع او الثاني كان عباره زي القفاز. بس كان مو سهل مره. احد الاشياء اللي حتعجب باونسنج جاجل. يمدينا نسوي له شوف فرضا كذا، بس هذا شنو سهل مره ما يمدينا اكمل على كامبو. انا على مستوى النورم انا قاعد العبه. ارفع فوق تحت صقع فيه هو على فوق بعدين ارميه بالفاس واقتله. نايس. هذا لسه الكامبوهات البيسك اللي اول ما تبدا اللعبه. يديك لين تطور شخصيتك اكثر واكثر. فالحين بنسوي لهم بيري مره ثانيه عشان يسرع عليهم ضاربه. ما زبطوا بس عادي. كان بيجيبني من ورا ذا. هذا حاجة ممتازة حتى عمران. إذا واحد يطقك يجيك ثاني يطقك بعد مو يتفرج عليه. إي بس إذا سويت بيري هو كان قريب مني برضه يتأثر. يتأثروا اثنين. إي. أوكي. خلاص كذا. أنا في ألعاب أرتاك أنت لما تخلص أنت يجي يطق معاه. أحد الأشياء اللي إحنا دوبنا تكلمنا عنها إنه تثبيت الأعداء يفيدني في بعض الأوقات في كثرة الأعداء، يعني مدينا ثبت هذا العدو. بس إيش؟ سبارتا. نايس. مدينا أرد الفاز بعدين أكمل عليه. هذاك اخوي لسه بردان ما حيجي عليه بسرعه. فانو مات شكله مات. فشايف كيف الكومبات لسه هذا البيسك يمديك تسوي حركات زي كذا. حلو. الدرع زي ما انتم شايفين هذا هو الدرع، ترى بعدين حتلاحظ انه في ضربات ما حيقدر يصدها قدام، حيبان معك في حركات كذا حينبهك من نفس اللعبه انه يجي اول ما يبدا يرفع السلاح يبان انه على يده احمر على يده نفسه. وهذا ايش؟ هذا العلاج تدعس عليه يعالج. تعرف كريتوس دائما همج بالاشياء، همج يكسر بس دائما. تلاحظ انه ولدي راح يسار، ولد كريتوس راح يسار بس انا ما ابغى اروح يسار دائما. لا تروح ورا انت، هذه نصيحه سويها. هتلاقي دائما الخشب هذا اذا لقيت عليه علامه، شوف العلامه كيف تغيرت. ايوه حق الايمنج معناه يتكسر. حلو. طيب نجي نخش هنا حنلاقي صندوق او تستخدم فاس عليه بسكلي هذا. اي او حتى لو تصقع زي كذا ترى ينفك عادي. بس انا تعرف الكسل تعرف، ومعك فاس يرجع لك في يدك ودك تسوي حركات رهيبه. عندك الشست هذا الذهبي، هذا اللي يعتبر اكبر شست في اللعبه اتوقع الى الان. أوكي. يجيك ثلاث علامات، العلامات دي هتلاقيها مبعثره لو تيجي جنبها ما حيحاول يقدر يفكها. قفل. ايوه حيجي يقول لك ان الشست مقفل وكل شيء فيه له سحر. هذا واحد بتسوي انك تكسره ما تاخذه. طيب. بعض الاوقات يكون بعيد عنك ما عندك توصل له ترميها بالفاس. بعدين عندك هنا الثالث. داخل هنا. هذا يعتبر لغز. فيهم اصوات ولا لا؟ ما يطلع صوت. لا ما اعتقد انه لها اصوات انك تسمع وينها بالضبط. لا. بس ولكن الميزه الحين بعض الناس يقولون طيب انا قدام حطفش اذا نفس الشيء روح دور على هذا الشيء عشان تفوت. لا ترى تختلف، ترى في بعضها الغاز. يعني لازم تشغل مخك انك كيف تلقى ثلاث القطع ذي. حلو والله. الحين اخذت انت هذا ليجندري ايتم؟ اي. وش الليجندري هذا؟ يقول لك انت جمعت واحده من اصل ثلاثه، اذا جمعت ثلاثه حيزود لك الهيلث بار. زي الارباع على قلوب حق زلده. نفس الفكره. نعم. فهذا دائما يعطيك اشياء ليجندري الصندوق هذا. فهذه ميزته. بس زي ما قلت لك انك تلقى فيه له اسرار. اللعبه ما هي خطيه، حلاوتها ما هي خطيه، تلقى تفرعات وانت حاول انك تشوف التفرعات هذه لما تلقاها تستكشف ممتاز. وتاخذ وقتك انك تلقى الاشياء الجميله اللي ادوات واشياء زي كذا. يعني فرضا لازم اروح من ورا شفت الاي اي حق الولد رهيب. الولد ذا راح تحبه ترى صدقني. قاعد يمين الطريق. اي يعني لما يتحدث معك تحس انه شخصيه تحدثك انت. أي يعني تحس انه مو كمبيوتر، تحس فعليا عليه مصطلحات حلوه. يعني يقول لك شوف انا رحت طريق عكس، قال لي لا ترى الطريق من هنا. ف
فطلع انه الولد احلى ما فيه انه ذكي، ذكاءه مره حلو والله جميل عجبني صراحه حتحبه. وانا متاكد انه اكثر الناس اللي حتلعب اللعبه ذي يمكن يشوفون من اعظم السايد كيكس ممكن تلقاهم، لانه عكس ابوه، ابوه غبي يعرف يتصرف بس بالعنف، اي شيء عنده بالعنف يخطط. ايوه هذا ذكي ويخطط ويعرف يقرا، ابوه ما يعرف، امي يعرف يقرا بالفاس حقه انه يصقعك وخلاص، هذه هي طريقه القرايه حقته. بس ولده عنده ذكاء انه يعرف نقاط ضعف الاعداء، يبدا انالايز الاعداء اللي قدامه. ايوه يفيدك كثير، وهذا مو قدام قدام مره قدام، وانما يعني بدايه اللعبه. انا ما لعبت كثير في اللعبه، انه ما كملت الا 3 ساعات، واصل اللعبة أصلاً حول 20 ساعة إذا ما خفضني، إذا فرض أنت بتختمها. إيه تختمها بس 20 أو 19 ساعة، أما إذا تخلص كل شيء فيها تقريباً توصل لك 50 ساعة يقولون. فاستيس كشاف كثير اللعبة. طيب أنا الحين بعطيك إياه، هذا اللايت وهذا الهيفي، هذا الدرع وهذا الأيمينج. طيب ممتاز. هنجرب الحين. خش تلقى الحين أعداء، أباك بس تحس الفيلينج حق المقاتلة كيف تقاتله. يلا شايف كيف؟ بشوف كمبوات كيف تجي هنا. أوكي هذا اللايت. إيه هذا اللايت. اللايت عادي يصقع فيه عادي. اوه جقل كومبو. اذا تدخله مع اللايت وهيفي هذا باري. ها اي الباري لازم تفك الدرع في وقت الضربه. اي باري. اي وايضا اذا واحد جاء من وراء ضربك وانت فك الدرع من قدام شيء اكيد انك حتموت او انت تنصقع قصدي. فهذا الجقل صار والله نايس. كنا قاعد احس على فايتنج جيم. اي يعني لا النظام السيستم حقه حلو صراحه، والمستوى ذا حلو انا اشوفه افضل من المستوى اللي هو حق سفاري. أيه. يا سلام. مو 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 صعب، حتى انت بنص القتال وانت تضرب فاس تفكه على طول ينفك، ترى يعني لو تلاحظ عند صقع وفوق، فلو فكيته على طول يفك. أيه. يعني وانت في نفسه ما في صح ما يكسر الكامبو حقك يفك الدرع عادي، ما في ديلي. اي ما في ديلي، او انه فرض زي الالعاب الثانيه على سبيل المثال دارك سول والالعاب الثانيه. أيه. يقول لك اوه انت ضربت خلاص هذا بانش ان انك ضيعت الضرب. لازم تعين بعدين ترمي. لازم يا طاقتي. بس في علاج هناك في النهاية. هذا كوي خلاص. هذا بعد لسه روح بس أفضل لك إنك تأخذ. كالعادة كريتوس يكسر بس. والله تضحك لو تلعب على أصعب مستوى العلاج ذا ترى يديك تفلة بس كذا. والله. إيه هذا الحين قدامك يعتبر لغز. أوكي. وهذا شيء جميل في اللعبة إنه فيها الغاز، ولا الغاز حقتها ما هي مملة ولا إنه فرضا متكررة. اوكي حد اللي انا شفته للان انه شفت كل شويه الالغاز تتغير فيها فكره جديده. ايه اوكي هذه نور ازرق معناته كان بالفاس عليه لحظه. ايوه اوكي ثلجت الحين. ايه الحين السلسله ما تنفك. عشانك ثلجت المحرك نفسه. بس ليه مفتوح هذا الجهه الثانيه مفتوح. صح. فالحين اسوي كذا واشيل اخذ الفاس. ايش تسوي؟ صح ولا ايش صار؟ لا وات انت ما عرفت تحل اللغز. لحظه يبي لي اسحب اول. نسيت اسحب. اوكي ايوه لازم تسحب انت على طول رميت على القفل. ثلجته على طول. اوكي عشان كذا ما قدر يسحب لانك ثلجته. اوكي الحين يلا كذا على طول. انت فهمت اللغز بسرعه. أيه بس انك جيت بالعكس. بالضبط نسيت انك لازم تسحب اصلا. اي امسك السلسله ابغى اسحبها. شو اللي ثلج بس يلا ما تشد. الحين هذا الباب بتقفل. الحين اخذ السلسله هذا ينفك السلسله ما يفتح. اوكي صح عليك. صح عليك. طيب الحين عمران جاني طريقين. اي هذا شكل الطريق الاساسي لانه قال لي تعال معي. اي فاروح عكسه استكشف. اي يفضل. اي احسن شيء افضل شيء انك دائما تعكس الطريق عن ولدك. هذا صندوق صح؟ هذا صندوق ممتاز يعتبر يجيك يعني اشياء حلو من وسطه. يعطيني بس مو هو نفسه ذاك ب3 مفاتيح. هذاك ب3 مفاتيح. فلوس صح؟ فلوس. اوكي فلوس بس. هذول فلوس زينه. هنا بعد في استكشاف. يعني لسه استكشاف مو خطيه زي ما قلت لك مره ما هي خطيه. هي خطيه بس انه في تفرعات صغيره. والله ادركها فوقي. ليله مو زي ابوه قوي لسه صغير. طيب خلينا نرقى فوق شوف ايش السالفه هنا. كيف يركض؟ هنا ما يركض ليه؟ ما ادري لسه ما علموك الركض. يمكن شايف عندك ترميها او انك تصقع اهم شيء انك تنصقع. لو كسر ذول يطلع شيء؟ نعم يطلع بس مو غالبا. احيانا يطلع تلاقي علاجات وهذا حيفيدك كثير. طيب ايش ذا؟ هذا الحين يا طويل العمر السلامه. اوه لقيت لك زي السيكريت. فزي ما انت شايف والله الولد دافور كريتوس ما يعرف يقرا ويقول له ولد دائما اقرا عني. دافور ذا فتحسهم موازنين بعض. بالضبط. اي واحد ذكي واحد غبي وعصبي وقوي. أي بس ولكن الصغير ضعيف
بس لكن مخه عرفت اللي يقوله قوته في مخه. انت المخ وانا العضلات. انا المخ وانت العضلات. اه صح. يعني لو نختلف انا وانت ابقى انا ضعيف. ايوه. وانت حمار. اه صح. هي ان شاء الله ناسيها ذيك. بس انك شفت هذه السيكرتس هذه تدورها تجمعها هذه. اه بس تجمعها. تجمعها. فلو ترجع مره ثانيه على ال شو اسمه ذا حيبين عندك انه في تشالنجات هذه يعتبر تشالنج او تحدي. وين تشالنج طالع؟ مو انك بس لقيته. انك لقيته فاهم؟ يقول لك انه فرضا القى خمسه منه وانا اعطيك اكس بي فرضا فاهم كيف؟ يعني هذا هو زي واحد من هذه الاشياء من التشالنجات. هذا واحد منهم. اي هذا الجيرني حقك اللي هو الاساسي. طيب؟ الاساسي. الجولدز اللي هنا هذه الشالنجات والاشياء هذه الرئيسيه اللي لازم تسويها شيء اساسي. بعدين في اشياء ثانيه فرضا يقول لك اقتل 100 عدو، ثلج 50 واحد، فرضا نطيح 10 في تراب، سوي اشياء كثيره. في 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 تنوع كثير. في تنوع، فهذا الشيء يجبر اللاعب انه يغير من اسلوب لعبه. فاهم كيف؟ لحظه، اوه شوف عمران. وش ذا جيت هنا؟ جيت بس الظاهر اني سحبت عليها هذه ما انتبهت لها. ما انتبهت لها. لحظه رجع الفاس. صح عليه. نايس. تدري اني ما انتبهت لها ذي؟ سحبت عليها. شفت الباب بس اني سحبت، حسبت انه باب بس كذا شكل. والله الصندوق صغير فيه له. والله كويس. عاد انت تعرف العاب الاستكشاف غالبا العاب الاستكشاف تلقى فيها اشياء تفوتها بالرغم انك حريص وتلفلف تدور بس انه بعض الوقت والله شيء يعني عمران ما اكتشف انا اكتشفته لان انا تلقفت ملقوف. خليك ملقوف دائما الالعاب هذه تلقف كل شيء لا تخلي شيء ابدا. لا الاستكشاف ظابطينه هنا بشكل حلو. طيب خلنا ناخذ خلنا نتكلم الحين عن هذا الاسلحه وجمال الاسلحه. طيب. مثل ما انت شايف انه عندك هنا اصلا هلا النظام الكترونيك اشياء خاصه لك اللك هذا لسه ما طورت فيه بس انه من احد الاشياء اللي يخليه الاشياء تطيح الانكريس باك اللي تحت المانا الاتش بي. اوكي إيه. اوكي بس كيف طريقه تطويره؟ اغلب الالعاب كيف اقتل اعداء جيب اكس بي بعدين تطور اللي تبغاه. صح. هنا مختلف شويه. هنا التركيبات اللي تركبها على الدروع والاسلحه هي اللي تلعب لك فيها. يعني اوكي يعني هذه جوهر. هذه الجوهره هذه يمكن تركبها يرفع لك اللك او انه يرفع لك سترينث او يرفع لك اكثر من حاجه. حتى ترى السلاح تغيره شكله بعد. ما ادري لان في انواع شباب ليفل 1 ده او تلفل يمديك تلفل. نعم. أوكي. شيء طبيعي يعني ليفل 1 حيقدر يتلفل. هذه قطعه تركبها. المسكه ايوه هذه حق الفاميلي نفس العائله حقت هذا تجي من البدايه اصلا. حلو. طيب بعدين عندك الارمورز برضه في اشكال وانواع لها لما تتقدم حتلاقي انه بدك تركب عليها اغراض نفسه. ايه بديك تركب. ايه بديك تركبه فيرفع لك اللوك ويرفع لك السترينج ويرفع لك الديفنس. الالعاب زي كذا عمران احب لما يكون ارمر تلبسه يتغير عرفت. اتمنى لا تقول لي انت ما بيت ما احب إيه. اقول انا انا بس اتمنى يكون هذا فعلا في ارمرات تلبسها تتغير شيء. وبرضو هذا ايش لو تلاحظ انه جنب جريتوس في ولده يمديك برضو تحكم بالاشياء. لا هنا فوق كمان لو تلاحظ انه عنده دروع خاصه. لا ما اقدر لسه مقفل عشان شوف هذا وشو هذه برضو نفس الشيء قطعة تركبها عشان يديك أشياء مميزة. أوكي فهمت عليك. فرضا يقويك في الديفنس ولا شيء زي كذا السحر. هنا عندك سكيل مرة بيسك وسهل إنه ينفهم. قتال بعيد قتال قريب. نعم. بس طبعا ما بيوريكم وياش ما نحرق على نفسه. فأنت بيسكش. يفضل إنك لا تشوف إلا لما تطور عشان لما أنا غلط غلطة إني طلعت فيها كل ذي وعرفت الحركات. لا كويس بس شوف الحركات عشان تعرف إيش كيف تمشي. لا بس أنا أقول لك وذي مقفلة المفروض ما يخلوني أشوفها. انت حاط على هذه مقفله المفروض لما افك التطويره حقتها خلينا اشوف. اغلب العاب زي كذا لا عارفة. بالعكس لا تشوفها نيو كذا كانت العاب كثيره كذا. ايش فايده افتح شيء ما اشوفه؟ مو منطق. لا انت تطور اول شيء هذا بعدين يفك لك هذا ينزل تحت. اي ينزل تحت. اي زي يكون مقفل لما ان شاء الله القفل عنه تقدر تشوف قبل ما تشتريه. اوكي بس هذا حلو استراتيجيات بدري. اوكي عندنا بعد هنا هذا حق الفاس خاصه بالفاس هذا للدرع. اوكي ايوه في حركات حلوه مميزه. تشتري السكيلز والاشياء هذه طبق كمبوات اكثر. انا قلت لك اكثر من مره انه لسه انت البيسك الكمبوات حقتك وانت مبسوط قلت تقدر تسوي اشياء حلوه. مكالمه بس دقائق نعطيه ميوت خلاص 100 يلا كمل. يلا اوكي ايوه فهنا قاعد الاحظ قاعد تستخدم الاكس بي تشتري فيه. ايه بالاكس بي. نعم صح بالاكس بي تشتري. زي ما قلت لك في الالعاب الثانيه الاكس بي اللي هو يطور لك نفس الشخصيه بس هنا لا تشتري الحركات فالاكس بي هي الحركات. خلينا نكمل الحين. مثل ما نقول الجرافيكس شكل مبهر وافضل الى الان يعني من خلال تجربتي البسيطه الثلاث ساعات اللي قدام اني شفت انه الجرافيكس حقه
افضل لعبه بلاي ستيشن 4 جرافيكس من ناحيه جرافيكس، ما 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 في افضل منها بصراحه. رجع الحاله نسيت رجع اصلا رجع من نفسه ايه عشان الكاتسين فيظبطك هو يظبط كريتوس رهيب رهيب يظبطك عليك. واو وعلى فكره كمان ما احنا قاعدين نلعب على البرو اذا كنا نلعب على البرو كنا شفنا رسومات احلى. ابا الحق عليه يلا هذا التريل كنا شفناه في 3 اي اي نفسه نفسه اوكي هنا ما في انا ما شفته تدري شفته اي شفته قلت خليني لين ما تنزل لعبه قال التريلات انا ما صرت اشوفها انا كنت هناك والله في المسرح انبهرت انبهرت من اللي شفته واو تفرش مقطع بسيط منه بس قلت اللعبه جايه يا اخي نلعبها وكذا افتح عيوني على شيء جديد يعني كل ما تتقدم كل ما تشوف مناظر يا اخي حرام اذبح عمران لازم اذبحه هذا تبغى تعيش لازم تذبح يا اخي كيف تاكل بعدين بعدين كيف تاكل عادي قفل عيونه انت اهم شيء رطل في عيونه هو عيونه سحريه والله عيونه رهيبه ايه شوف ما يقدر لسه ضعيف ولد ضعيف ولد جريتوس قاعد يعلم عن قوه شويه اوه لحظه ايش سوي ذا انا زي تصورك ترى حسبت انه جريتوس حيقول يا حمار طع انا ابوك انا الجاد اوف وور مسك يده بحنان وحط لي اياها انا توقعت بس على كف بس يا بزر لا لا القديم هذا ما ادري دحين شكله تغير حياته بسبب الولد كريتوس هذا كان يفقع وجه الهه دحين صار مؤدب هذا ما خلى احد ما خلى يمشي ويذبح يمشي ما يعرف يتكلم مع الناس يعني يقول اوكي اعطيني هذا وانا اعطيك هذا لا لا ما اذا مالكم خلقت مع الاول الثاني العب الثالث الثالث يا ساتر يا الثالث حلو ما خلى احد ما خلى احد بحاله الثالث برضو مرتبط بالقصه هذه شوف جاب يمسك يده بعد رجع يده ما يبي يعطيه حنيه ما يبي يعلم الحنان والدلع فاهم لا لا هذا كريتوس تحسه صار انسان الحين قولي يا خرب لقطه يا اخي ايش جوك انت هذا عاد اللي شفته في اي 3 غصب عنك يعني تشوفه من في تويتر ولا في مكان الناس ينزلون المقطع ف خبل بصراحه حاول انك تركز تعرف حركاته وشيء يعني تعرف الهاك اند سلاش كذا النظام انك تفهم اي الحين ولدك يخش معاك ويبدا يساعدك هذا الفائده العظمى لا فائده يعني له له فائده مو مثل اشلي حقت لا 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 هذا حتحبه هذيك اقنص كذا ليون تجيك فوق الطالع لا تقتله وتتكلم سبحان الله ما انت عارف النظام اذا طقيتها تموت تخسر جيم اوفر اي بس برضو تتكلم يعني تستغرب منها بعض الاوقات المهم ولدك الحين فائدته انه اذا ضغطت مربع حيطلق العدو اللي انت مؤشر عليه اللي مسوي عليه لوك اون عشان يلفت الانتظار شوف قاعد يطق فيه قاعد وانت سايب ولدك ينطق ما شاء الله ونعمل ابوه ونعمل ابوه يا فهد دائما العب زي كذا ما يموت السايد اي هذا ايوه احلى شيء فيه انه ما يموت في العاب كثيره السايد كيك يموتون ف يعني زي ريزنت ايفل يموت هذيك مو سايد كيك هذيك هذيك سايد كيك والله هذيك 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 تخلي اللعب على الهارد هذيك والله العظيم جنني ايوه 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 الضربه الثانيه على الارض سلام عليك اي ضرب فيه ايش بك لا خلاص توتها يا ولدي يا ولدي اوه والله جاي في زالي يفزع يفزع بالزين ابي دواء عمره ابي دواء يمينك يمينك شوف شوف الاخضر فك اللوك عشان تاخذ راحتك في ايوه يا سلام كيف التدعيس ما يحب التفاهم ايوه اللي يضرب الارض بعدين اخر يا سلام يلا خش عليه دعني نكمل يا سلام كمل عليه ايوه كمل عليه يا سلام عليك فهد جبت التايم ايوه يا سلام اي خلاص فهمته يا سلام هذا توقعت انك هتطول معاه شويه زياده والله الهارد اللي يطفش شوف رجع فيه لا الولد معتوه شويه حاول انك تنطق اقل ايوه ايوه سلام عليك شوف دعين ركز على ولدك شايف دعين عندك فرصه انك لا 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 يضرب ورا اسقع اسقع تبي بس ايوه كمل 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 عليه ايوه اي بالوجه روح اجري عليه اتوقع انه الحين يمديك تبدا تجري ايوه ايوه خليك بالولد اذبحه تبي ترى اخر صقعه يمكن تموت اح ظهره جوه السالفه يا حبيبي والله امزح معاك تعال بس ما سوى ولا شيء يا بزر يا بزر اضربه يا بزر طيب هذا الحين بيلوح يعني انتبه 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 يمكن تصقع فيه ترى ذي ايوه بدات تعرف ريكو شايف قلت لك انتبه
فهو بعضه قاعد يلوح على ورا وقدام. يلا ابو عمران. اوكي يلا فهد السائل يلا يلا عمران يلا ما بقي يلا يلا كف كف يلا بس جبناه جبناه الحين كف رجع جريتس لحقيقته. اوه هذا هو جريتس اللي نعرفه بيخلع راسه كذا ويلبس جزمه. ما عنده وقت بصراحه. ليه؟ عشان كذا كسر قلبه. ايه ما خلاص جايز تعبان. شايف شايف ترى كان خايف خايف جدا. شوف مشاعر تحس انه فيه مشاعر تحس انه انسان هذا اللي قدامك حبيته ذا مره هذا ولدي لسه هتحبك. انا عندي بنتي الي حقت لاسوس هذه بنتي اوكي هذا ولدي باقي ادور امهم لسه ما لقيناها. خلك بينتا خلاص كذا ختمت الدنيا انت سهل خلاص هي تشتغل ما احتاج انا. تخيل جريتس قاعد يهدي واحد. تخيل شوف كيف تغير الرجال قاعد يهدي يقول انتبه يا ولدي لا تغضب زعلان زعل زعلان كلامك مو مستعد. واو المشاعر عمران تتفجر جدا. خلاص مرة خلاص نوقف كذا ولا كيف؟ ما بيحرق عنك في 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 حاجة لازم حلوة كذا. في جزئية بسيطة بس بوريكم اياها مو حرق. ايوه بس جزئية لو شفتوها حتقولوا خلاص اللعبة ذي مليون في المية حاشتريها. مو حرق لا تخاف ابدا ابدا. الحين لازم نكمل مشوارنا الفني. طيب ما لقينا علاج هذا كبير واضح عليه. عبالي هو صغير كان يعبيك فل يعني ما احس كنت تهلش. اي هذا على النورمال لانه بس على الهارد ترى يختلف جدا. نظام لسه في سيستم. لا كمل اي نظام الستان هنا هذا ستان. طيب لما يجي العدو كامل ستان يمديك تسوي اكسكيوشن او اعدام كامل. ستان بار عاد بار حق الستان. اي وصل للنهايه حيعطيك انه تضغط زر ار 3 الستان يعني الدوخان انه يدوخ. اي فولدي ممتاز انه ولدي ولدي انا ولدك احلى ما فيه الاسهم حقه لما تطلق على واحد ترى يعبي الستاند بار بسرعه والله. اي فدحين لو تلاحظ شوف ليش او شوف كيف وصلها. اوه شايف وصلها على طول. حقيقه شق صفحته ما في هذا كريتوس. دحين شوف كيف طلق شوف انت طلقات خلاص عباله الستاند حقه. بس على فكرة هذا نورمال يتعبى بسرعة. أنا لما لعبت على الهارد ترى يا أخي أنا متحمس ألعبها. شوفوا من الحين أقول لكم اللعبة مو سهلة. النورمال سهل أوكي النورمال حلو مستوى. ألعبوا هارد ما حد يلعب يخلص يقول أنا خلصت اللعبة سهلة. لا لا ألعب هارد بعدين قول إن اللعبة سهلة إذا تقدر تقول لعبة سهلة. اسم المستوى أصلا يضحك يقول لك جيف مي جاد أوف وار. جيف مي جاد أوف وار خلاص أنا نبي جاد أوف وار. اتوقع سواء عشان الناس المكجول عرفت اللي يبون بس القصه. اي القصه وتش از جود بلاكس حلو نورمال العب القصه حلو انك عندك خيارات. انا مره مع مو ضد الشيء صراحه هذا للمكجولين. انت الهارد كوري اللي تحب الصعوبه مثل انا وانت طبعا ايه؟ اختار الصعوبه صعب. بس والله صعب صعب حماس صعب صعب, صعب. اتكلم عن انت دوبك كنت قلت لي تختم في كم في 20 ساعه. ايه لا لا هذا حيطول زياده. احلى شوف عمران لعبه زي هذه ابي اطول فيها بالزر زي ما اقدر لانك تحس انك في رحله ايه عظيمه صح. شيء عجيب. ايش ذا يا شيخ امشي انا معك. ذس سبارتا هو مولع حتى حتى الاعداء ينحرقون ترى. ايش احرقوا ذا الظاهر هذا لمس فيه الظاهر وشيء زي كذا. وش ذا اوكي هذا العدو افقع فاس الحين. هذا العدو ثلج انا فازي ثلج فلازم العب معاه في المنت السالفه. ايوه عناصر يعني اي صقع فيه زي كذا. ايوه كفو ايوه تعال اذا سكت تعطيك ايوه جانس كريس جيريكو سينا. لا مو جون سينا والله ما ادري مين هو كريس جيريكو. هذا اسمه وولف جيريكو جون سينا جدتك جون سينا. فاللعبه من ناحيه التوتوريال وطريقه تعليمك للعبه في المناطق الاولى ترى يعلموك اللعبه باسلوب حلو حبه يعطوك مفاتيح كذا يقول لك شوف هذه هي كذا 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 والباقي عليك يا حبيبي. اللعبه فابيولس مره. لا 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 والله تدري قبل كم يوم كنت بكتب تغريده وبكتبها ان شاء الله وكنت بس بكتب كذا برافو سانتا مونيكا برافو اخص بيعلم ملاكمه. بيعلموا كيف ايش اسمه ذا يتحكم بغضبه. اوكي حلو هو هذا سيد الغضب هذا معروف ترولك ذا. اي لا يبغى يعصب زياده هو. اي هذا فكره تو سلو ويك اجين اجين اجين. فعشان شافه عصب في المعركه ذيك لما كان يقطع فالحين بيحاول يتحكم بغضبه
فاهم كيف؟ ايش فيك؟ فهيت حتباهي كثير من اللعبه ذي بالذات المقاطع السينمائيه حقتها من حقه ما بحرق نفسي بس المقطع جذبني تحس انه في احساس مشاعر متبادله بينه ما نمشي خلاص هذا اخر شيء ما والله قهر يا اخي اللعبه هذه او ماي جاد هذا الحين اخليك الحين بعد المقطع هذا اللي بسيط بس ما يعتبر حرق هذا بدايه اللعبه اكرر هذه بدايه اللعبه اول نص ساعه خرافيه بس انا لسه متذكر مش شيء انا بس من الحين اشوفه خرافيه حتدور لك كلمه ثانيه افضل من خرافيه بعد ما تشوف هذا الشيء والله بعد ما تشوفه طيب حتشوف بنفسك لا تفهم والله انا اسعى فهيت الحين رضي اسكت انا فهيت معك عزاد اللي سكت كذا لمده اوكي ما اعرف ما بتكلم ما بقول شيء لا تقول شيء والله رهيب تمثيله شو طريقة ردة فعله شو كيف يتكلم سمعين وهذا كذا تعبير فيها كريتوس كنا شامريحة خايفة كذا والله مرة جوكر حقه قال على لا غلطان وقال ما تبي ضربات هذا بيموت عطوه كف حفر قبره بنفسه يا غبي كيف هذا فقع آلهة تهاوش فج ما خلى شيء والله ماسك نفسه كريتوس جدا من الرغم انه هو اصلا ما يمسك نفسه انا متفاجئ مع هذا الشيء هذا بيموت شكل ايوه لا لا هذا قبره ما هو عرفت اللي قام الصباح كذا قال انطفشت من الحياه ايش اسوي؟ بروح اموت عرفت؟ مسوي المشكله انه مسوي قوي معاه يقول له فاينلي تعرف؟ وقال انت ما سمعت انا حذرتك خلاص شكله عرفت اللي تكسير الراس هذا رقبه اللي هي السيجنتشر حقته ايوه خلاص مايت ها وات ايش لحظه ها وات سوف نعود بعد قليل عليك معليش انا عارف الناس حمستك وقفلت عليك اسفين بس هذا الشيء لازم تشوفوه انت بنفسكم مره ما ينفع فيديو انت لازم تكون في احساس كيف بكره تنزل اللعبه بعد خلاص عادي تتحملها كم ساعه اسف ما نبي نعطيك شريط اسف لا انا طلبتها والله طيب ما عندي شيء اقول خلاص انا عارف انك انت اشتركوا سووا لايك عجبكم الفيديو وش ذا عمره؟ مقطع رهيب انا عارف يلا يعطيكم العافيه كمان فهد الشيحه عمران الحازمي مع السلامه